أحيا الفنان اللبناني مارسيل خليفة حفلا في مهرجانات بيت الدين بعد 30 عاما من أول ظهور له عام 1985، في وقت شهد فيه لبنان حربا أهلية. وجاء الحفل في إطار الدورة 30 للمهرجانات التي تقام في منطقة بيت الدين التاريخية بجبال الشوف في لبنان، بحضور جمهور غفير قدر بنحو 5000 شخص. وأكد خليفة خلال الحفل على أهمية استخدام الموسيقى كوسيلة لنشر الوحدة والسلام. دوامي حروب صغيرة وكبيرة، بتصور أنه يمكن بلكي الموسيقى هي بتخلص، بركي الإبداع أو الجمال والخيال هو يمكن محل يطلع الإنسان من هذه الوحشية اللي عم نعيش فيها.